Roma! Roma! Ora fino a oggi ne ha feste, giri! No! Mostri il baio a sé con dir, ci fisco lì di nuovo, andrà nel sir, ed è me con ricca su Adam. Roh no, vado mulek, non andrà su Vescai. Smah lì sé con dir, andrà mulek a sur, che lì la vodne a rimarla, ta' sbah, beh, sta. Cotli che roh no, vado mulek, ti fa mulek, ma ti fa mulek. Wesh, il hada, ya, وش هذا البيع؟ وش هذا بطير علينا الناس على برك؟ اسمح لي يا مولاي، يا صارت كارثة في القصر. ما تقول ليش ما نوضناكش للسحور. مولاي راهو الجيش محاصر القصر. يا إما بلي فاتني وقت السحور انخلعت. يا أخي درت الطعام وزبيبه. نعم مولاي. هيا خف خف، روح وجدوا لي دوكا. بصح وجدوا لي دوكا، تلقاو قريبي أدن يا نوري. خف 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 خف. ودير السكر مرحي هذاك وما تنساش اللبن. حاضر مولاي. هاي. واش قلت لي حصرونا؟ شكون اللي حصرونا؟ ولي الملك عاصم العشر. واش هذا ثاني؟ واش كاين؟ ماي لورد روني، قلب الاسد، ذا كينغ اوف بريطانيا. بريطانيا؟ انجليز يا مولاي، انجليز. ملك روني، واش من الخير جابك عندنا؟ باينا واي وي ار هير. يدون سي الجيش تاعي مسرككم، جينا ندير لكم الحرب. دوار حرب، والحرب على الربعة تاع الصباح. مولاي هذا ما يكون غير دي كالاش اورا درها بينا هذا مكان. ملك روني، عمرنا ما كانت عندنا مشاكل مع المملكه نتاعك. حبيت نعرف ما هي السبه اللي تحب تدير بها الحرب عندنا. I'm the king روني، كلب سبع، جيت نحتل اول افريكا، بصح لازم ندخل على المملكه تاعكم. ايه بصح المملكه تاعنا راك تشوف يا بون، راك تشوف احنا يا باب تاع افريكا، وعلى روح دخل مبارك بحمارك. مولاي مملكتنا باب افريقيا. ايه بصح ماشي روح وادخل. اه سيدي. اشوتين، انا هدرنا بزاف، وجد روحك ووجد الجيش ديالك، ولا ما راكش قادر، سلم روحك، نديروا الحرب انت مينيت. يخلعني، نقدروا نوجدوا احنا الجيش تاعنا في 10 دقائق. يا مولاي انا الجيش تاعي باش نوجده يليق له وقت، انا غير العواد باش يسخنوا يليق لهم واحد النص ساعه ولا فايت. ملك روني، عندنا واحد حاجه ما هدرناش عليها. وات؟ وات ايرس؟ احنا كمملكة مسلمة ما نتعداوش على الأعياد الدينية. And we are Christian. حتى احنا نحترموا الأعياد الدينية. بصح واش دخلها مع الحرب؟ ها رانا في رمضان الآخر، ما تفهمش؟ إيه، أنا في رمضان الربعة تاع الصباح ورا وقت السحور. رمضان. سمعت بها شهر يتصوموا فيه all the day. احنا نقادروه. بصح لازم نديروا الحرب. إيه سيدي، أنت واش بلغك؟ خلي يجوز رمضان. واروح الى حبيت تدير الحرب، الى حبيت تيبسنا وديرنا ماكله للدجاج كاع. اوكي، مور رمضان نجيو وندير لكم ذا بيج وور، حتى واحد ما يزيد يسمع بكم. ماشي مور رمضان. كي يخلص رمضان احنا عندنا العيد، وعلى بالك احنا العيد كي يجي باش بنادم يزور، على بالك العواشر نروحوا نشوفوا الفاميليا، سير لراحمك فاهم؟ شو نديروا حاجه مليحه، انت يا مور العيد زيد نهار كيما نقولوا ماكسيموم ثلاث ايام وروح يا سيدي مرحبا بك. مولاي. وست ايام تاع الصابرين كاع زيدها انت. راحت لي كاع ست ايام تاع الصابرين. شوف يا روني، ماشي راني نتهرب منك ولا لا، غالب هذه قضيه عندها علاقه بليكوتيم ولا تراديسيون، ها لي ريليجيون، لا ريليجيون راك فاهمني. زيد ست ايام تاع الصابرين معناتها من رمضان. شوف باش ما نروحوش بعيد، انت يا ماكسيموم تسع ايام واروح مرحبا بك. اوكي عاشور، فهمنا. نتلقى مول العيد، وجد روحك ووجد الجيش ديالك. آرشر وراك رايح. عيب عيب تجيونا هكذا وتروحوا هكذاك. زيد في الليل اقعدوا سحروا معنا، غمضوا عينيكم، ريحوا روحكم شويه من الصفر من العيا، وغدوه قلت لك غدوه الصباح كي يطلع النهار يا سيدي وروحوا. ها هذه اشور،
ما جيناش ناكلو، جينا نديرو الحرب. وجد روحك وجد الجيش تاعك، نقاومو الليل. هاتشر مرك مر صابرين مر صابرين. كارثة هذا، تقلق. أكسل لكتنا يا مولاي. نزربوه ما تخافش باجي. مولاي. واش كاين باجي؟ هم راحوا ما تخافش راحوا. مانيش عليهم، هذا السحار قريب يفوتنا. نسحقكم كل واحد يكون واجد مليح. وكل واحد فيكم يكون في بلاصته. ولو كان يصدموا علينا ما تخافوش. لو كان واحد فيكم يهرب نتفاهم معاه من بعد. الوحيد اللي قادر يهرب هو القائد تاعكم. تسمى انا. عبلة اش راكي ديري هنا؟ شيشت فارس ما تحركنيش. اسمعت براسك هاد الخطره نخرج نحارب معكم تقول لي والو راني واجده. واش من حرب واش من حرب؟ هيا طلعي مع النساء. بغيتي بوكي يجي يقتلني هنايا؟ ما تفهمش قلت لك نجي نحارب نجي نحارب. اسمع بالك تبدا دير سمير ولا ويفيق لي بابا هاني قلت لك. قلت لك طلعي. مولاي الملك عاشور العاشر. واش راكم واجدين؟ تقدر تقول رانا واجدين مولاي. بصح هذيك الحاجه هذه ما فهمتش انا الهضره تاعك هذه. اكوا اما راك واجد ما راكش واجد لازم تعطيني هضره تاع الجينيرال. مولاي روني واش بيه؟ درك مانيش عارف لا تاكتيك تاع اسكو يخدمها مع الطلعه مع الهودا مع الحدوره مع واش خسر لك انت في لا تاكتيك تاع روني؟ تخمم في لا تاكتيك تاعك نتاع راك جينيرال. جوستومون مولاي انا درك خاصني لي دوني باش نبريباري روحي. مولاي ما نكتبش عليك انا راني خايف. انا فاهم ما تفكرنيش درك خلي الرجلة تغلبك خوف من ربي. على بالي بسحروني جيش تاعه واعر يقولوا كان يقتلونا ونموتوا. مولاي ما تجيش تسقسيني تقول لي علاش. ها ما سقسيكش ما سقسيكش نقول لك لابيريتي ما سقسيكش. تعد كورج مولاي. برهان مولاي اسمح لي اني حضرت لك الجيلي بار فلاش كيما وصيتني. مولاي ابن هذا الجيلي هذا حتى في ليجا ما تقيت لك صدرك. تخمت غير على صدري وشي كي تجيني في شحنة على العين ولا على الخدود ولا تخلطيني فيه ولا ما فكرتش. عندك الحق يا مولاي هذه ما فكرتش فيها. انا نورمالمون كنت تفكر فيها. لازمك تخمم باش دير لي جيلي بارفلاش تاع وشي. حاضر مولاي حاضر. ما تنساش باش دير لي زوج ثقب باش نشوف والثقبه هنا بنفطر. حاضر مولاي. يا اخي تعرف وشي لاطي تاعه. مولاي تسمح لي نروح نوجده. يا سير دوك وكذا حبيت غدوه. حاضر ولو كان يزبلو. ربي معك. راكم واجدين يا الرجالة. شوف من وقفة بيني بلي راكم واجدين ما تخافوش. سيف ما يقيدكمش. انت لما مت باثنين مشاك هتموت بثلاثة. موت سردوك خير ملي تعيش دجاجة. انت الى متى هذا انا نحي اللحية. ما تخافش ماقري اني عارف بلي الجيش تاعوني واعر بصح الندم لازم يوقف يكون راجل. رجال هذا لازم توكلوه مليح. شوف من الخزرات فيها هذا فليشه تكون جايه ديفي اكسبريسيون قوه راني انا الملك عاشور العاشر واحد ما يطيح فيكم. اسمح لي تشوفني جي مارشاريال. مولاي نوري واش كاين؟ راهم صدموا بلا عسكر. صدموا بلا عسكر هذه على بالي حطها فيها خديعه. وجدوا روحكم. الله اكبر الله اكبر. حبس فارس. مولاي اسمح لي ممثلين الملك روني تفضلوا. واش يحوس هذا روني ثاني؟ شكون هذا اللي بعثه فان؟ باباهم نوال ولا واش؟ شوف راه مغلف باللحية. آرثور وزير اوف ماي كينغ روني كلب الأسد. آرثور ما عرفناكش راك مديقيزي. كينغ روني تولد يو هي سوري هي كودنت كيم بيكوز اوف كريسمس.
قال لك بلي الملك روني يعتذر ما يقدرش يجي عنده عيد نويل. ولكن يوعدكم افتر نويل بحرب ذات ويل برينج ا لوت اوف بلاد، ما يبقى حتى وعندنا جنود حي. وقال لك هذه راني فهمتها. وجاب لكم هذه الكادو والشوكليت. يهدد ويبعد في لي كادو. ما يخلعنا لا كادو لا والو. شد روحك فارس. ما يخلعوش لي كادو. مالي وش تشيكولا تما حبوا يهفونا بالتشيكولا ولا واش؟ هم يشوفوا فينا واقيلا دراري. ارتور لازم تفهم روني قلب الاسد باللي عاشور العاشر والجيش تاعو ما يخلعوا لا القراوج تاعكم هذو تاع لي كادو لا تشيكولا. ما قريك ريحتها شابه وبالك راهي تبان بنينه. لا لا مولاي ما تدوخش يمكن مسمومة. مسمومة؟ My lord, we came peacefully. نوني دوك هذه خدمتك. لا أنا خدمتي بسر بالمولاي بركة. دوك أنا أمر. نوري رايح ندوق مولاي على بالك غادي ندوق بس نخاف نموت وتقتلني نوري يا مولاي. ما عندها ما تدير نوري تموت متشكلت خير من اللي تموت مفليش. واش نوري واش عجبك السم تاعها ولا مولاي؟ خليني نكملها كاع ومن بعد نقول لك. يفتح بالعقل يا صاحبي نوري صافا نحيرو نحيرو فارس. واش راك حاب تاكل تابوك هذا الشيكولا بالغراق ياك السم نذوقوه بالبنة صاحبي تعلف. ارتير لو كان نصيبه فيها السم دير في بالك بلي راح تخلص عليك غالية. بلينا حراس ارتير قول روني قلب الاسد يعطيه الصحة على اللي كادو وخاصة على هذا الشيكولا البنينة وزيد قول له باللي ما يبخلش علينا باش يزيد يجيب لنا شوية منها. بصح رانا واجدين الوقت اللي حب نديروا له الحرب تقدر تروح. واحد الشيكولا يا سبحان الله. عيدك مبارك. صحة عيدك وليدي. مبروك فارس. صحة عيدك. عيدك مبارك. كل عام وانت صحة عيدك. فارس. كل عام وانت بخير. صحة ان شاء الله. فرحان فرحان. صحة عيدك. صحة عيدك مولاي كل عام وانت بخير يطول في عمرك ويكسر في عمرنا. ولادي. صحة عيدك. هاي العائلة. اقعدوا تفضلوا تفضلوا. مولاي عيدك مبروك. مولاي عيدك مبارك. نوري مولاي هذا هو وقت الذبيحه. اه يا اخي لما صرا مرحيين كونك مهني مولاي. موس واحد يذبح شعره. هل احنا نذبحوا شعره؟ نوري شوف موس باش نذبحوا به كبش نضحيو. حاضر مولاي. مولاي صحة عيدك. عيدك مبارك باي. بالصحة وجايب الملك روني. واش يحوس عندنا؟ او يحوس عندنا. وذا كيفاش؟ كل عيد يجي يصدم علينا. قول له قال لك ملك عاشور بلي راهو فاضي. لا 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 مولاي قول له يدخل وعرضه على الفطور. قول له يدخل. عاشور تين It's time for war. اليوم نديرو الحرب عاشور. بلدي حبلا حبلا اسمع خلي دوك انا نهضر معاه بلي ندير ناديكا. روني ماشي وقت تاع الحرب على بالك اليوم راهو العيد نتاعنا عيد الكبير
ونظن بلاك سمعت لك باش تعونا رمي بعده وزيد راك الحقت معاه وقت الذبيحه. عاشور هذا هو الذباح. هذا الذباح مشي تاعك باش هذا تاع بني ادم الى توجد رقبتك. روني سيبتي واش قلت لك كنت تقعد تفطر معاه؟ ستوب عاشور ما تجيش ناكو. واش كيفاش ديرونا ما فيهمش قرون؟ وقت القرون هضر على القرون. خلي العام الجاي ان شاء الله وليدي كي ندير كارتي تاعك باش نجيب لك واحد بالقرون دوبلي. ايا روح تلعب بك روح تلعب. دراري روني الموت وتعطي راحه. انت دوك راك تضل رايح وجاي وخساره الدراهم والديبلاسمون. ها واش قلت له كان تقعد معنا تحضر للذبيحه ونعرضوك تقعد معنا يامات في القصر حتى نصيبو نهار ان شاء الله اللي نديرو فيها الحرب. سيرتو اليوم راهي فيها عصبان فيها كبده مشويه فيها واش قلت روني؟ عاشور وي دونت هاف ا تشويس. اوكي الحمد لله. تفضل معنا روني تفضل معنا. رايت تاعهم رايت تاعهم صحة عيدكم. You know it's Halloween. الملك دحمانوس راه هنا راه معول علينا. دحمانوس واش جاي يدير عندي دوك في هذا الوقت هذا؟ عاشور دحمانوس واش انت ما تفهمش روحك؟ ها قلت زعما حشم ما حبش تحشم واش بيه؟ ها عندك مخ بلوكيس بصح على بالك شحال تحوس تحوس على الحرب نعلن عليك الحرب. Who is this guy؟ ما تقلقش روحك روني دوك نقدمكم لبعضكم. هذا دحمانوس جاري وممطو هذا هو عدوي لنتي الحقيقة. هذا هو دحمانيوس. دحمانيوس قدم لك روني قلب الأسد ملك بريطانيا. هذا غير كيما أجو تاني في الحقيقة. عاشور ما يهمنيش هو يزهم. أسمع بالك تدلنا العاشور مادام ما درتوش الحرب. I don't need you here. أسمع لازم لك تدير لاشير شبيك كيف زاك يسبقوك. أنا استنى بهاد النهار باش ندير الحرب هاد العاشور هذايا. Listen بالك تمس عاشور. He's my enemy. لاخاطرش أنا راح نمحيه من الخريطة. By the way قل لي أنت علاش راك تحدد الحرب؟ لاخاطرش نسالو دراهم وما حبش يرجعهم لي وكيفاش يدير؟ يرجع لي في الزيت وهاديك الزيت مدغولة. زيت أويل. أنا راح نحتل أول أفريقيا. أنت تهدر لي على الزيت؟ ها؟
اسمع قدر روحك على بالك مع ملك تاتر راك معاه دعمانوس كيروس حبس فارس شخدير دعمانوس روني لا لا يا اخي راكم بالعقل بالعقل وما تقلقوش كل واحد ودالته قولك صح دعمانوس كل نصيب كيفاش تقسم روحها على زوج نص يدير معاك الحرب ونص يدير مع الحرب بصح ما نقدرش راني جاي واحد واحد عطيني غير شويه وقت يا سيدي نتفاهموا على لادات ندير مع روني قلب الاسد قيره ومن بعد واش يبقى مني راني ليك انا برجل برجل وراني اعطيك كلمه ملي ندير معاك الحرب ندير معاك الحرب يا اخي تعرفني دحمانش نعرفك ايه بالعطوس نعرفك اسمع انا عاشور ما نتفاهم معك انت ولا انت يا روني يا قلب اللوس اش فعل هذا الفيكيريس اديوس دحمانش 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 واش بك تتجبد روحك تحت هو قلبو بيار يهضر بك غير هكذاك مي او فون شو هذاك هذاك سيد ليكتري تاع جونتي انا نقول لك روني وي كل لحقه عاشور وي وات اباوت ذيس داي لضت هذه فارس شوف شوف لي لضت هذه مولاي ما نقدروش ما نقدروش شوف عيد الشجرة ايه لو ايه 20 مارس صح صح what about April the 16 اش كان 16 افريل 16 افريل سدردع كيف كيف يوم العلم مولاي اول افريل بروبوزي اول ابريل 1 ابريل نعم ازاي سبوسون ابريل شعب يقولك بان انت مسخرو مولاي هدرو كان هاد الحرب هادي وقتاش نديروها انا اللي باغي الشفاده يا فارس يا فارس ما تقلقش كاش واحد راه مقلق كيما حنا يا سيدي في غير داك نصيبو نهار ودير حرب وتاخذ طريحه حاور اشور اي ثينك 8 مارس 8 مارس ازاي واز اوبن نقدروا نديروا في الحرب. الدنيا ما سمعنا والو. عيد نساء عيد المرأة. روني 8 مارس امبوسيبل. علاش؟ Why it's impossible? It's just day for women. وحنا رجال. We are men, man. أني فاهمك على بالي we are men, man. كاع رانا men. بصح حنا وومن تاعنا والوومن تاعكم ماشي كيف كيف. احنا ومن تاعنا كي نديروا الحفله لازم منا نوقفوا معاهم يجيبوا شاب وزيد وفيها فيها فيها عمر ما نقدرش نكسبليكيها لك امبوسيبل امبوسيبل وي مارس نقول لك صح فكر نشوف النبره كاش نهار 2 افريل نو 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 تفهم تفهم ذيس داي درنا فيه الحرب كاع على بريطانيا درنا عيد ما كانش ديروا فيه الحرب وات اباوت ابريل ذا 15 يس ذيس از ذا جود ايديا قال لك 15 ابريل 15 ريحه 15 افريل نورمالمون وقيله ما عندنا والو ولا لا ما عندنا والو ما عندنا والو ما عندنا والو ايبا معليش ها العمره واش من العمره نسيت بلي دير العمره راحت لي على بالك روني الكنز امبوسيبل عمره اي ام مان مومن وكي نجي من العمره الاثنين والخميس نصوم كومون عاشور كومون الغالب انا ماذا بيا اولي لقيتها اول ماي مليحة رمي مي انا راني معول عليهم اول ماي القيلة عاشور this guy was crazy اول ماي عيد لهم مال والجيش تاعي ما يخدمش ردت سمع مولاي الجيش تاعي ما يخدمش نسيبي نسيبي ماشي كيما حنايا انا والجنود تاوعي كاع العام وحنا نهمبرو مولاي غادي نقول لك حاجه انا العام الجاي ندي الفيشطه ها انت العام كامل وانت فيشطه كاش نهار خدمت يا فارس ايه صح تسمع كيما يهضر في الدم براويه ايه عنده عنده الحق واش انت نورمالمون بريمي مي تخدم باش الاخرين كاع ما تخدمش اي قارب ما نعرف يور ماجستي مولاي عاشور تقدروا تفرحوا لقيت الحل ما لقيناش ديت فور ذا حرب انتوما زوج ملوك تقدروا تزيدوا نهار في العام نزيدوا نهار في العام نعلنوا في الحرب كنت على بالي بلي تسيبها يس فيري جود ارشر ذيس از ات ذيس از ذا داي واش قلت فيها؟ في
فسر لي ما تشرح. 32 جانوري جانفي. 32 جانفي. 32 جانفي. هذه جديدة يا مولاي. هاكي بزادوها. عاشورتين. I'm the king روني. قلب سبع. نعان عليك الحرب. 32nd day of January. وجد الجيش تاعك. روني قلب سبع. أنا عاشور العاشر بكلب البحر نعلن عليك الحرب لـ 32 جانفي. يس 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 عاشور يس 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 على بالي بلي راح نتوحشك بزاف كي نموت. ما لا نتوحشك عاشور. عاشور توحش الطعام تاعك. توحش الكبدة عاشور طمينا. طمينا شحال دنيا راه. ياس طمينا يا عاشور. روني كيفاش جايبين لنا المحبة؟ مانيش فاهم علاش انا ندبزو على رانا نديرو في الدرة لما نديرو السيل. ياس عاشور تهلت فيها. يو ار ماي فريند عاشور. شو خسارة انت روني. صبور صبور وماك فيس وذا عاشور العاشر. الله يسلمك. لا ما فريند عاشور. أنت مربع مربع. خليت فيها. قلك حاجة. تعمي عاشور. تسهل في الحقيقة خيرك سبق. روني ياك تحس شنو يحس. يا عاشور. تبع جدني من المحبة عرفت. روني ياه. عاشور. little problem عاشور. الخير وش مبروبلم. أنا هنا بشريك ديوة. You know عاشور. No war no peace. This is the rules. ما نقدروش نديرو السلام الا ما درناش الحرب عاشور. تما ما كاينش كاع كيفاش نديبانيو بحاجه واحده اخرى من غير الحرب. لا واي هكذا عاشور مشدود بروبليم. يس تما عين تحت علينا من باش نتحبو ما كاينش كيفاه. سبحان الله. معليش روني. معليش عاشور. اذكر على ربي عاشور. نلحيك من الارض سلولي. معليش بصح كي تضرب ما تضربش. انا عندي دبله اكتمي منها والله يرحمني. اوكي عاشور. يا صاحبي بقرة شباب هذا النوري. هذا شريته كي كنت ميسون في الحبشة. مولاي انا كي شفته قلت غادي يعجبك. بصح يا صاحبي راه عندك الذوق. مولاي كاش ما تحتاج حاجة جيب لك فلان بالشيكولا ولا في ذي الساعة ما نحتاج والو. تقدر تروح نوري. وش هذا؟ وش هذا؟ نوري نوري. وعليش كاع ما حبيتوش تفهموا اللي هذا يا بقرة السحري مش بقرة جمتاتي. اسمعني انا ما يقدر يشوفني غير انت. فهمت؟ غير انا نقدر نشوفك. ايه بصح فهمني واش تحق عندي؟ انت تستحق عندي مش انا. يلا اكتيفي ودير الامنيه نتاعك خلينا نروحوا. عييت. ايه تتا مصباح السحري على دا وانت الزربيه اللي طير وانت الامنيه الثلاث. ما نطلقكش جيت في وقتك. شوف عندي ثلاث حاجات راني لهنا منهم ماذا بيا ترقليني فيهم. بريميرمون الديون باسكو عندي بزاف لي رامي شايلوا لي دراهم. الملوك هذو ما خاصة جاري هذاك دحمانيش سلكني باش ما نخلص حتى دورو. هذه الاولى. الزوجة راني حاب وليدي يدي الملك مورايا ماشي قبلي هاك تعرف فهمت. والثالثة نسيبتي الرعافة ماذا بيا مزيت تجيني كاع لهنا القصر. عاشور هادم كامل لازم جني جينيراليست يطلع من مصباح مش من بقراش. انا جني زوالي والو عندي بوفوار واحد. اوي تحقق لك امنية واحدة. عندك بوفوار واحد بس تما ماكش جن يعني فريمو جوي جنتك. انا زوالي. زوالي اوي ايه وشنو البوفوار هذا اللي عندك؟ انا نقدر نرجع لك كاع الناس يهدروا لا فيريتي الحقيقة. اني وينو هاد؟ عرفك بلي انا تايا تسحقني اكثر من اللي يسحقك انا.
كن حقرته. آه يا ذاك بنادم يا اخي يجبو يجيني ما حقرتكش ساعتها شويه يا صاحبي بيرفكسيوني روحك. او اسمع شاف في القصر ما كان حتى واحد اللي راح كاع دقيقه شكون اللي راح يقدر يكذب على عاشور العاشر مسخرتة ولا شراب لك ربي عاشور ما كانش اللي ما يكذبش وما يكذبوا عليك وانت تكذب عليهم كيفاش؟ انا نكذب تكذب عليهم وتفصتي وتخرط وما تاني يكذبوا عليك وانت زيد الملك ديالهم يخافوا منك ويقولوا لك انت واش تحب تسمع ما انا نقدر نرجعهم لك كاع يهدروا لا فيريتي الحقيقه كيفاش نقول لك صح الجويجن انا ما دخلتش عليا نقول لا فيريتي واش بك مصيبه نقول لا فيريتي تسمى لعب خبزتيو لا عاشور انت اللي راح تدي هذا البوفوار انت اللي تسمع كاع الناس وش يهدروا وتعرف رايهم فيك يتدي هذا البوفوار يخليني طيب الفطور في البقراش داك في غلط خلاص زعما كي بدينا نتفاهم وحبيت تجيكي في غرضك في غرضك تحبت شوف اني داكور هذه شوف الشابه ترجعهم لي كامل يقولوا لا فيريتي ايه يقضي الصلاح واش ثاني ديشارج سيني ديشارج ماذا يعني سيني ها؟ سيني ديكلاراسيون على لي زامبو ديالي كما ثاني ام سون بيتي هاد الايامات اه مي ريسكيش ام واخذينكم ما؟ واخذينا ليغاليزيها؟ ليغاليزي ها يا سيدي هكذا تروح مهني شوف وكان مس واحد فيهم علشان لافيريتي تخلص عليك حياتك كاملة تهدر لافيريتي الحقيقة نسيت ليش تسمى الوليناية نهدر لافيريتي يا واختي لا يبعد البلا ما تخافش حتى واحد من مسو منها وتخلصونا ثاني لا بخور بخور دير البخور في كاع القصر وقدوة راح يولوا يهدروا لافيريتي الحقيقة يعطيك الصحة جويجن ما اسميش جويجن واسمك يعيطولي سيد لافيريتي وين كنت وين؟ ها؟ دوك تبادل فيا مع الأستاذ تاعك ولا واش؟ ماشي نورمالمون اليوم تقرا ولا نسيت؟ شوف أنا اليوم ما نقراش حتى نشرب الحليب، هاو نوري قال لي ما كاش الحليب. نوري خلعتني يا ابن عمي، واش الحق؟ خلعتك؟ كيفاش هذا خلعتك؟ الطفل قال لك أعطيني الحليب وأنت تقول له ما كاش الحليب، مانيش فاهم أنا الحليب هذا تاع القصر وين راهو يروح. وأنا واش ندير لك يا مولاي؟ ولا ولدك ما شبعش. وما يخفاكش بلي الحليب راني نعاود له البيع في المرشي مولاي. الحليب تعاود له البيع في المارشي كيفاش؟ كيفاش كيفاش؟ نحكم الحليب نعاود له البيع في المارشي باش نربح مصروف جيبي هذا مكان نوري نعم مولاي وكان مس واحد فيهم علشان لافيريتي تخلص عليك حياتك كاملة تهدر لافيريتي لا لا والو والو روح ما تجيش تعيط لهم بعد تقول لي والو والو مولاي ها رانا كبار ها اسمح لي مولاي اسمح لي ندي مولاي لقمان يقرا لازم نقريه مليح على خاطره فريمون حويله راهو ضعيف بزاف ضعيف كيفاش شيخ انت كنت تقول لي بلي وليدك تلميذ مجتهد عنده 20 على 20 20 اش من 20 يا مولاي على بالك بلي وليدك لقمان جامي يقرا مليح انا في حياتي ملي بديت نقري لدرك اضعف تلميذ شفته هو وليدك لقمان لقمان صح واش راني نسمع مامي وانا كنت حسبك يا وليدي تقرا كنت حنشيل لك عود ابيض دوكا ما كان لا عود ابيض لا عود فيولي فهمت وتقرا بالسيف عليك تروح دوك تسنى الشيخ تاعك في الديوان دوك يجيك ايا نقص لو كان نديرو كاش تاكتيك جديده ندوبليو له لا دوز تاع ليكور ها
هكذا يولي يفهم السيف عليه. واش قلت؟ دوب ليلو ليكور باش تخلصني برك مولاي، على خاطر امبوسيبل ينجح. انا نقول لك يا مولاي، على بالك باللي البهامه اللي عنده راهي حاجه وراثيه ما تقدرش تروح له. على بها مش بايتها تزيد تحط رجليها هنا في هذا القصر تاعي. عندك الحق، لازم تحاوزي يا عبله، خاطرش هي اللي قاعده تزيد فيها هنا. كيش ندير العبله تضل لاصقه في باباها؟ يليق نلقى حل باش نزوجها ونتهنى منها ونتهنى من يماها تاني. شكون هذه تاني اللي تهني منها ومن يماها؟ شو على سلامتك جيت؟ لا ما جيتش. مالك؟ كيش فوت نهارك؟ واش من نهار؟ نهارك حل قطرع يا لطيف. عنده الحق هذاك اللي قال لك الحقيقه مره. واش راكي ثماك تكومبليتي وتوي يمك؟ لا كالعاده كنا نقصروا انا وماما، كنا نقطعوا في مرتك الاولى ماريا. هذا ما كان. تخليكم هي تبان قارصه، تروح دير ماسك دو بوتي تاعها. هيا تبعي. وقال العافيه. العافيه كان والو. تبارك المرا يرحم بابك يا خير، راهي بعيده عليك. لا راكي تقطعي فيها. هذيك راهي بعيد. كل ما تلقى اوكازيون تجي لهنا للقصر. هاني نشوف فيها راهي تدور فيك بزاف. في بالي باغي ترجع بلاصتها وتولي معاك. على حساب واش راني ننتبه، وعلى حساب هضرتك وقيلا راكي تغيري عليا يا رازا. بيان سور نغير عليك شوشو. نبغيك تقعد غير ليا وحدي. هاي الهضره. أقول لك حاجة راسا، غير انتي لي نقعد معك حتى تقريب الموت. ثم نقعد سلطانة كاع حياتي. ثم راكي معايا على جال البوست تاعي تاع سلطان. عاشور راني معاك على جال زينك في بالك. هادي حاجة باينة. هاي الهضرة اللي تحبط المورال. اغسل انت اغسل. واش تحب نقول لك يا مولاي؟ الحالة ما تعجبش. بصح نقول لك بلي تعجب، هكذا باش تتريح نفسك. باش تحب نبدا؟ نبدا بالداخلية ولا بالخارجية؟ ابدا بوش حبيت، أنا ماذا بيا نعرف سر المملكة وش راه يمشي فيها. الداخلية. ما كانش 10% تاع السكان راهي تخدم، والحالة راح تزداد، لو كان تزيد راح ترتقي. بصح نقول لك راني متحكم في القضية وكل شيء راه هادي. تسمى ما كاش اللي راهو يخدم. عرفتها. واش نقول واش نخلي؟ الشوماج راهو يزداد، السكنان ما كاش، الشبان ما عندهمش مستقبل، ما كاش حاجة تعجب. ودوكا كيفاش؟ ماذا بيا تقول لي كيف راني نخمم باش نصيبوا حل هذه المشاكل. وعلاش أنت كاش نهار خممت؟ وكي تخممت عليها. أصلا ما كملتش. مثال. الأمور الخارجية. الملك دحماني بعث لنا بريه قال بلي راهو جاي باش يهضر لنا على الزيت اللي انا نبعثوها له، والزيت اللي انا نبعثوها له ما عجبتوش، وطالب منا نردوا له الدين ماشي بالزيت، بالدراهم. بالدراهم بالدراهم جور هذا يا اخي، كان يديه في الزيت لاباس عليه، علاه بدل رايو على الزيت؟ على خاطر الزيت تاعنا مدغوله، وكيفاش حاب نسدوا الدين؟ الزيت مدغوله. تسمى كنت تكذب عليا يا قنديله. يعطيك الصحة. الله يسلمك يا مولاي. بون اللي صرا صرا. درك الحل كيفاه؟ دحمانوس كي يجي واش رانا رايحين نقولوا له؟ هاي وراه المشكل. واش نقولوا له؟ الزيت تاعنا مليحة. اسمع ما نقولوا له والو، باسكو على بالك لو كان يسمع بها باللي الزيت مدغولة راهو يجي يعطيكينا بالجيش تاعو بالسيوف يطيرنا كم الرسمة. لا راه يجينا بالزرنا. هذه هي الحقيقة يا مولاي. اسمح لي يا مولاي، أنا راسي بدا يوجعني. أي هذه هي الحقيقة. الله يعاونك يا مولاي. حقيقة.
انا البقراش في الخربة هذه هذيك وزيران يدخلها مرة تهز معني يا ربي وين يا البقرات يا البقرات يا البقرات يا البقرات وراك يا البقرات وين راح نصيبه دوك انا يا ربي وين راح نصيبه دوك انا هكا هنايا المصيبة هاي سعيد سعيد فهمت تحب تتشلفط سهل ذاك انشلفطك لي حاك نزيد لك نغرقك صافا هكذا دوك تجي سعيد نسال نسال نروحوا ليك للطابله نسحقك يا حبيبي نسحقك اخرج سعيد سعيد نسال تشوف اصبر شويه يا سعيد يا سعيد سبلك سلك ان شاء الله ربي يعطيك بقراج كبير كبير على هذا يعطيك بقراج افشاك اخرج يا حبيبي اخرج جيت عاشور شحال صامت ودك عيط لي مره برك ما خرجت لكش خلاص ليش جاوز تسحقني الحقيقه ماشي باش نصبط عليك بصح سحقيتك الله غالب باسكو انت اللي رديتهم لي يقولوا لا فيريتي على بالك راك بسيتني بهاد لا فيريتي وتزيد تهضر انت اللي حبيت تردهم يقولوا الصح وانا طبقت برك سيبري انا اللي دومونديت باش نقول لك الصح ما كنتش عارف باللي لا فيريتي واعره لهذ الدرجه يا صاحبي راه انا ما قدرتلهاش نقول لك الصح ولا يقولوا لي كلش فيه وتشي ما يقدرونيش يكرهوني عم غريب يضربوني على بالك والمصيبه الكبيره دحمانوس الى جا صدم علينا وقالوا له الحقيقه راح تتزق عليا تفوله انت وعلاش راك خايف من دحمانوس كاش ما درت كي راك خايف فيقلك في الحقيقه دحمانوس هو يسلي الدراهم وانا ما قدرتش نردو الدراهم غير بالزيت انا المره درتها قد راسي طبعت له كونتينر تاع زيت بدغوله انت تاني عاشور ادخل الزيت ديريكت راك عميتها على بالي عميتها مش حقا لي بصح الله غالب بصح دوكا ماشي دير لي لا مورال دوكا البروبليم ذا براسك شوف كيف تعاود ديزاكتيفيهم ردهم يكذبوا كيما كانوا ديزاكتيفيهم يرحم ولدك عاشور ارواح اكتيفي ديزاكتيفي راهي خدمه كبيره او موا يحب لك سمانه باش تلكلامي سمعنا بعد سمعنا وانا عايش في لافيريتي مهبول حبيت انا تقطع فيا النفس ما كاش كان في تقبل ليش اسمعني يا عاشور لازم نرجع البقراج المصباح العشاء راهو يطيب سعيد ما تخلينيش شحال تسغوت اسمع اغسل واسكت راني نغسل بصح مولاي رجليك على بالي يريحو كي الياسمين والوردو قلت لي شحال من مره حاشا الياسمين تقول راني نغسل في قط ميت وتيجا كاني نغسلهم لك عيني راهم يدمعوا تقول راني نخدم في نيكليه هيا خلاص هيا ما نغسل شي حتى انا ثاني كنت رايح استرجل معايا ما تخافها مالك مولاي هذا وين تجي؟ هكرو طرف بزاف على بالك كنت في مؤتمر عند هارون الرشيد حبوا يسورطيوه مزيان في ريتالو هارون الرشيد بس على حسب التاريخ عنده وقيلة أكثر من 300 سنة من اللي مات خسر عليك مولاي
تمن التاريخ ولا تمني انا؟ اول املك انت راني لهنا، تعرف سمعتها راني لهنا، ما قدرتش انا نعيش المعيشه هذه تاع المره هذه تاع الصح، ما قدرتش. شوف هذه معيشه هذه يا حبابك، شكفا راني وخلي انا باش نقول لك توحشت الكذب، لازم تتذب راسك تعاود تردهم لي كيما كان. ما تقوليش الجن تاع البقراج؟ هو يا ولدي نسيت كيفاش عرفت باللي الجن تاع البقراج؟ ما تمسخرش مولاي، راه داير حاله المملكه اللي يدخلها يردى. لا والله وين يخرج يعيطوا لي باش نسلكهم هكذا. مولاي جبت لك الفلون ديالك تاع الشيكولا، بصح ماشي طرعت كي العاده. على بالي نسيت باش نقول لك مولاي. واش هاد السيمانه ما نقدرش نخدم؟ وعلاش؟ غير الخير؟ لا ما كان والو، غادي ندير روحي مريض شويه من كرشي برك هكذا باش تعطيني السيمانه مالادي مولاي. يدير روحو مريض من كرشو سي خونا، كيما انا مملوك انت مرض تاع الصح نهار وما تديهش. ما تقلقش روحك مولاي، دار وكنشوفك على سبه واحده اخرى، سهل الحل. شد كيف راني عايش هكذا راني نشوف اللي كاينه خدمه، الحاله راهي صعيبه يا الكذباوي. انا على هذيك اللي جبتك سمعت عليك الهضره مع عند ناس كبار وهضروا لي فيك غير الخير الحق، قالوا لي باللي هذاك الكذباوي اكبر كذاب في الوقت اللي رانا فيه، وهذا شرف كبير ليا يعني باش استدعيتك تجيني. مولاي هذا شرف كبير ليا، ما يسمونيش صادق الكذباوي لو كان ما نرجعلكش القصر يعم بالبهجه الكذب والفستي. تحت الصحة يديرها حالة لان توكسيكاسيون دو لا فيتيتي، هو خدمة كبيرة نسمي لها ميساجور تاع الكذب.